على مدى 8 أيام كانت العوائل العراقية على موعد مع الحدث المميز والأول من نوعه في بغداد، مهرجان الطفل العراقي الدولي الأول، والذي قامت بتنظيمه مؤسسة الهدى عبر إحدى تشكيلاتها قناة شهاب الفضائية. مهرجان الطفل العراقي. مهرجان. استقبل المهرجان المئات من العوائل الكريمة على مدى أيامه على أرض معرض بغداد الدولي وطوال ساعات يومه الممتد من 10 صباحاً حتى 10 ليلاً. كان إقبال كلش ممتاز وكل اللي يجي يستمتع، ويعني إضافة كلش جميلة. وتنوعت الدور والجهات المشاركة التي قاربت 35 جهة بين جنسيات مختلفة عراقية ولبنانية وإيرانية وسورية ومصرية وتركية ويابانية. نحن وكالة كاندو اليابان قدمنا بضاعة للتسوق للطفل، بضاعة كلش هواية. احنا عندنا ألعاب منزلية، عندنا كل شيء متوفر، عندنا 28,000 ايتم. عندنا احنا ما مشاركين طبعا قبل من المهرجانات، احنا لاول مره نشارك بهذا المهرجان، ما كنا متوقعين اكو هيك اقبال هيك ناس. ونحن دائما بنحب دائما نشارك بكل شيء يخص العراق، نحن دائما نحب نكون موجودين. اقبال واسع من قبل العوائل والاطفال، واللي يعني تجي العائله بعائلتها، حتى البضاعه يعني تقريبا خلصت ب5 أيام. الداخل للمهرجان سيجد الكثير من غرف المرح والتسلية والعلوم والفنون المقدمة للطفل في إطار مشوق من التسلية. غرفة الألعاب التي لم تهدأ أصوات المرح فيها طيلة أيام المهرجان، وغرفة حكم نهج البلاغة الأنيقة بزوارها الصغار المفكرين، وغرفة صغار على درب الانتظار التي استقبلت المهدويين الصغار وغمرتهم بالمحبة والهدايا الهادفة. ركن شهاب للعلوم استقطب الكبار مع الصغار وهم يقابلون نخبة من العلماء المسلمين الأوائل، يشاهدونهم عن قرب، يقرؤون عن حياتهم ويسمعون نصائحهم ويستمدون منهم القدوة الصالحة. الكلاء الاتحاد الدولي للسربان والرياضات الذهنية مقرب مصر، وهو في يعني بريطانيا. نعلم الأطفال، نحاول يعني انه نوعي الأهل او المدارس او يعني مثلا اي مسؤولين يعني وزارة التربية او اي احد زائرين حول أهمية الحساب الذهني للأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق، لأن هو فشي كلش يعني ممتع وكلعبة للأطفال وتنمية مهارات، كافة المهارات للأطفال، تنمية تركيز سمعي وبصري، تقوية الذاكرة الصورية للأطفال. ضم المهرجان الكثير من زوايا بيع الألعاب والكتب الهادفة والتنموية التي تشكل إضافة مميزة لكل من يقتنيها. نحن شركة المستقبل الرقمي، بالتعاون مع دار دجلة العراقية قمنا نحن شاركنا معكم هون في مهرجان الطفل العراقي الأول، كان لنا شرف في المشاركة، وصراحة هي تجربة جدا ناجحة، برغم أن هي كانت بوقت نحن كدار نشر، يعني عم بحكي هي بوقت بعد مهرجان أو عفوا بعد معرض بغداد للكتاب مباشرة، فلهذا السبب كنا متوقعين أنه حيكون النجاح أقل من هذا النجاح اللي هو تحقق فعليا، بس لا، هو تجربة جدا ناجحة وإن شاء الله يا رب دائما من نجاح لنجاح. مكتبة عالم أطفال، مكتبة تخصصية لثقافة الطفل مرحلة ما قبل المدرسة، لدينا بعض المطبوعات الخاصة بالمكتبة شاركنا بها وساهمنا بدعم المعرض والمهرجان بأسعار بسيطة وأسعار رمزية. كان المهرجان يعني في ظل هاي الظروف يعني مهرجان فوق الممتاز. مثلا غرفة بحجابي أجمل التي قدمت للمحجبات الصغيرات الفاتنات الكثير من الخيارات الجميلة لمستلزمات الحجاب ليزددن جمالاً على جمالهن المضيء بنور الإيمان.
احنا هنا قسم المحجبات بهذا المهرجان، نوفر اشياء حلوه للاطفال والبنات. كذلك ضم المهرجان الكثير من زوايا بيع المنتوجات الغذائية الخاصة بالأطفال. أنا صاحبة مشروع نحلة وعسل، منتجاتنا هو العسل الطبيعي. اليوم احنا هنا إن شاء الله مشتركين في مهرجان الطفل العراقي لأول مرة في بغداد. المشغولات اليدوية والتي كان بعضها مشغولاً بيد الأطفال كان لها نصيبها من المهرجان. أنا هنا بالمهرجان قاعدة أبيع، يعني عندي شغلات أبيعها. إيه هذا مال الأعمال اليدوية. إحنا يعني دار للأيتام، ترعى الأيتام بعد انتهاء دوامهم بالمدرسة. يعني عمل اللي نقدمه بهذا البوث هو رسمات وإكسسوارات وعمل كروشيات مشترك ما بين الأيتام ومشرفاتهم. أما الأطعمة فقد قدمت على يد أمهر الطهات من جمعية الطهات العراقيين، الذين قدموا من داخل وخارج بغداد للتواصل مع الجمهور وتقديم أنواع الأكلات العراقية لزوار المهرجان الذين أقبلوا عليها بمحبة. إحنا جمعية طهات العراق، مجموعة شباب هم كلهم طهاة يختصون بإنتاج الأطعمة. مشاركاتنا كانت أنواع الأطعمة الشرقية تقدمت هنا، والفطائر والمعجنات والكيك بصورة منوعة. والله تجربة كلش جميلة ورائعة، وإحنا انصدمنا يعني ما على قد ناس، وقناة شاب ما شاء الله الفضائية، يعني أول مرة أشوف هيك ويا الأطفال الحمد لله، وقناة شاب هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. التكنولوجيا الحديثة التي تخاطب الطفل وتخطب وده كان لها حصتها أيضاً عبر الزوايا التي توجهت للأطفال بالألعاب الإلكترونية الحديثة ذات القيم والمبادئ الأصيلة التي تمنح الطفل المتعة لكنها تربطه بجذوره الأصيلة. إحنا شركة كوميكا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عندنا كمثال إذا سامعين باتمان وسوبرمان وسبايدرمان كأبطال غربيين، إحنا جئنا ببطل إسلامي وهو ينتصر بقوة الإيمان على الشر. إذا أكو برنامج موبايلية على أندرويد، إذا تخلينا على صفحة الكتاب على جلد الكتاب راح يصير صورة متحركة، وإذا خليتي على صفحة الكتاب راح يصير بصورة أنيميشن. أول شيء ردنا نشوف استقبال العراقيين لمترجم هذا الكتاب. الحمد لله كلش استقبال قوي كان، وإحنا إن شاء الله مستعدين لترجمة أكثر من جزئين إن شاء الله. أكثر شيء يعني يهمني أنا حبيته، بس شيء أكثر كلش حبيتك بالمهرجان بس بشيء واحد، شيء يعني هو الطبخ، وشيء ثاني حاشارك بيه الروبوتات يجي عن التكنولوجيا. نحن في هذا المهرجان شاركنا بمجموعة من الألعاب الإلكترونية والإنتاجات الأنيميشن للأطفال والناشئ العراقي، وأيضا عرضنا خدمة الفي آر الواقع الافتراضي لواقعة الطفل. وأنا لم أكن أتصور أن يكون الاستقبال لهذا المعرض بهذا الحجم، واندهشت كثيرا، كان استقبال الناس استقبالا رائعا. بعض من وزارات الدولة اختارت المهرجان منصة للتواصل مع الطفل العراقي، مثل وزارة الصحة العراقية التي قدمت خدماتها للأطفال طيلة أيام المهرجان، وكذلك وزارة الداخلية التي حاولت التقريب بين رجل الأمن والطفل. الحشد الشعبي كان حاضراً في المهرجان كما هو حاضر في القلوب دوماً. وزارة الثقافة وثقت حضورها بمجلتي المزمار ومجلتي التي استهوت الكبار كما الصغار، وذكرتهم بطفولتهم التي كانت المجلتين حاضرتين فيها. هناك تفاعل كبير من قبل الزوار الذي يعني مروا بالبوذ الخاص بوزارة الداخلية، وذلك توزيعنا بروشرات خاصة بالوزارة لتوعية وتثقيف الأطفال من العادات السيئة الدخيلة على المجتمع. هي كذلك شاركنا من خلال دارة العلاقات والإعلام من قسم المسرح الذي بقي طيلة أيام المعرض منذ افتتاحه لحتى ختامه. هذا المسرح يعني معنى لخلق تقارب بين الطفل ورجل الأمن. صراحة العوائل العراقية متفاجئة بالمهرجان من خلال البوثات وخلال الخدمات التي قدموها
كمهرجان قدمها للأطفال من خلال توزيع الهدايا المجانية، إقامة معارض، كان إقبال شديد جدا. يعني إحنا لحد الإحصائية الرسمية لحد هذا اليوم إحنا تقريبا أكثر من 300 طفل تم أخذ فحص البصر لهم والوزن والطول. المسرح التفاعلي كان نقطة جذب عالية في المهرجان وإحدى أفكاره الجديدة والبارزة، فعلى هذا المسرح طوال أيام المهرجان قدمت العديد من العروض، منها المحترف الذي قدمه فنانون ولاعبو سيرك ومحاضرون، ومنها الهاوي الذي قدمه الصغار الموهوبون ليكون منصة لإبداعهم الجميل. لم تقتصر فعالية المهرجان على ذلك، بل امتد إلى عروض مسرحية وعرض الحكوات المميز الذي استهوى الأطفال لهذا الفن القديم الذي يتعرفون عليه حديثاً. وطني حبيبي وطني الغالي، فلك حبي وكل آمالي، وطني دار للإيمان، اسمك عالي أبو شجعان، دمت جمالا دمت حضارة، للعلم أصبحت منارة، حفظ الله عراق الحب يا عشقا قد سكن قلبي. حفل توقيع ديوان قصائد شهاب كان حدثا مميزا آخرا للصغار الذين نالوا في المهرجان كل ما يستحقون من الاهتمام، وهم الحاضر الجميل والمستقبل الواعد. احنا ننمي قابلة الأطفال كيف البوسترات النسخ على الجدار، ويجي الطفل نكمل ننمي قابليته. فاحنا بالشكر الأول والجزيل إلى هذه القناة الجميلة الحلوة، ويكادر اللي ما يبطل الثمانية أيام هذه سهران علينا، واحنا واحد يكمل الثاني. يعني كثير من الأطفال يجوني ووجهتهم على شغلات معينة، وكل راس أعطيه كل راس، يروح تجي أمك أنا قريت بالفهم كذا، نعطيها في الكراس صغير من عندي إهداء في سبيل الطفل يوصل إلى مرحلة. استقبل المهرجان طيلة أيامه الزوار الكرام، كما استقبل العديد من الشخصيات البارزة السياسية والفنية والعلمية، وغطت أحداثه العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية ليثبت أقدامه كحدث مميز وظاهرة لمعت في سماء العاصمة بامتياز. انتهت فعاليات المهرجان وأغلقت أبوابه على الخير والمحبة، مع الوعد بمواسم قادمة أكثر تميزاً وإبداعاً وتألقاً. متحمسين ومستعدين للاشتراك بالدورات القادمة من المهرجان؟ إن شاء الله 100% إن شاء الله أكيد 100% أي إن شاء الله أكيد أن الشرف. انتظرونا في مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني.